نحن نسعى لأن نتجنب الألم أكثر من سعينا لأن نجد السعادة. ما نتركه بالمنطق لا يفترض أن نعود إليه بالعاطق. الحب أسهل ما نكتب عنه وأصعب ما نقوم به. تفسير الأحلام هو الطريق الملكي لمعرفة أنشطة العقل اللاواعي. استمرار العلاقات يحتاج بعض الحب والاهتمام ومساحة من الثقة. عندما ترى شخصا أصبح حساسا لدرجة كبيرة فاعلم أنه يشعر بالألم ما يزيد عن طاقته. التشاؤم يفضي إلى الضعف بينما التفاؤل يقودك إلى القوة. الاكتئاب ليس علامة ضعف بل هو إشارة إلى محاولتك أن تكون قويا لفترة طويلة جدا. الحلم ليس وليد كشف يفوق الطبيعة بل هو يتبع قوانين النفس الإنسانية. كم يكون المرء شجاعا عندما يتأكد من أنه محبوب. إن نظرية النشوء والارتقاء لداروين قد أدت إلى تحدي الغرور الساذج عند الإنسان. لا تلم الآخرين على سوءهم، لم نفسك أنك ما زلت تفكر بما لا يستحق. كثرة الكتمان والتظاهر بالقوة يجعل قلوبنا هشة تبكي من أتفه الأسباب، وإن كثيرا من الصدمات ما يكون لها أثرا شديدا فتؤدي إلى كوارث نفسية. والتفسير لهذه الكوارث أن العقل عجز عن تحمل عبئها فانهار تحت الضغط العنيف وضاع. الجزء من مشاعرك الذي تحاول أن تخفيه قد يكون هو الجزء الحقيقي منك. الحقيقة تظهر مع زلات اللسان. أن الرغبة في العلاج والخوف من العلاج فكرتان متناقضتان تشد كل واحدة منهما الأخرى، وهذا التشاد ما يضع المريض تحت هزة نفسية حادة. لا يمكنك أن تجد السعادة وأنت غارق في حديثك عن الألم. ما من إنسان قادر على رفض المتعة. حتى الديانات عندما تطلب منك الامتناع فإنها تعدك بمتع أكبر وأفضل في عالم آخر. إن كثيرا من الاضطرابات جاءت نتيجة الصدمات العنيفة التي تعجز عن تحملها النفس. الضغوط النفسية تغير الشخص من مرح إلى كتلة من الصمت. لا تبرر كلماتك في كل مرة يساء فهمك فيها، فالعقول السيئة لن تستوعب النية الحسنة. تنبت العقد من صدمة عاطفية ثم ينسى الإنسان سبب الصدمة، ولكن العقدة تظل حية في نفسه.